أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. النهاردة هتكلم عن موضوع العالم كله بيتكلم فيه أو الناس كلها بتسأل فيه، موضوع البطن والكرش. خلينا جماعة، المنطقة دي تسمى منطقة الدهون الثلاثية أو أصعب مناطق بينزل منها الدهون. خلينا نتفق إن دي أول منطقة بيتخزن فيها الدهون وآخر منطقة بينزل منها الدهون. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي واحد خسيت جسمي، بس آخر جزء هيخس أو الدهون هتنزل منه بطني. اول منطقه لما بتخن بتخزن دهون المنطقه دي، المثلث ده ازاي انزلها؟ في مثل بيقول البطن بتتعمل في المطبخ مش في الجيم. يعني ايه؟ 70% اكل. انا دلوقتي بطني دي ما فيهاش دهون، ده راجع لان اكلي ما فيهوش دهون. بتمرن انزل الدهون اللي عليها وباخد اكل صحي، ما باخدش الدهون تاني. ما انا مش هفضل الف في دايره واحده، اخد الدهون من هنا واحرقها في الجيم من هنا وارجع اخد الدهون من، ما عملتش حاجه. لا، انا بظبط اكلي، بمشي على نظام اكل معين صحي مظبوط من بروتين كربوهيدرات دهون مفيده. خدت التلات عناصر دي، شربت ميه كتير لان الميه اساس حرق الدهون في الجسم، نمت بدري عشان في ناس بتسهر اقول لك انا مش لاقي نتيجه، وعمرك ما هتلاقي نتيجه. وان السهر بيفرز هرمون اللي بيخزن دهون، اللي بالتالي اول ما تتخزن فيها الدهون البطن. ناس تقول لك انا بعمل دايت ومش حاسس بنتيجه، او بظبط اكلي ومش حاسس بنتيجه. تمارينك زياده عن اللزوم، البطن بتتلعب يوم ويوم مش كل يوم، دي عضله صغيره محتاجه ريكفري او محتاجه راحه، بلعبها يوم وفوت يوم، احسن ميعاد ليها على الريق او بعد التمرين. مفيش بعد التمرين العضله في الجيم، احسن ميعاد ليها ان انا اقسمها نص ساعه الصبح مثلا على الريق ثلاث ايام. الاساسي التمارين الهوائيه الكارديو. ايه التمارين الهوائيه؟ المشايه، الاوربت تراك، بلعبها من 3-5 مرات في الاسبوع. لو لعبت دي ولعبت معاها تمارين في الجيم مع تمارين البطن مع نظام اكل صحي مع نوم مظبوط وشرب ميه، ممكن اخد مكملات زي حوارق الدهون اللي اتكلمنا فيها في حلقه قبل كده. او انا مش عايز اخش في قصص تانية حاجات اخدها، انا بتكلم في قصه مكملات. انا كده وصلت ان انا بطني تتقسم وتظهر عضلات البطن اللي انا الشكل اللي انا عايزه في وقت قصير جدا. فقد ايه بقى كل واحد؟ قلنا حسب انتظامه في الاكل، حسب حرق جسمه، حسب مجهوده في التمرين. ده موضوع شامل عن البطن، هنتكلم موضوع تاني عنه بالتفصيل. يا رب تكونوا استفدتوا واستنوني في حلقه ثانيه. كده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.